حابة أحكي إنه السوق المحلية بحاجة إلى خبرات مهنية أكثر من حاجة محاملي شهادات أكاديمية. فسوق العمل وأبواب العمل بحاجة كوادر تمتلك مهارات المعرفة والاتصال والعمل بروح الفريق. يحتاج لكوادر تتمتع بالتفكير النقدي والتكيف مع بيئة العمل. وكل هذه المهارات هي مهارات مكتسبة بالخبرة العملية حقيقة. نحتاج لكوادر متسلحة بالمهارات العلمية والتقنية والمهنية التي نتكلم عنها. بالنهاية بصراحة مطلقة نحن نحتاج لإطلاق ثورة بيضاء لمحاكاة لغة العصر في مسألة العلاقة بين التعليم وجودة من جهة وسوق العمل من جهة أخرى والنهوض الاقتصادي في المحصلة. على سبيل خط التغيير المنشود في الثقافة المجتمعية القابلة للمجتمع الريادة والتعليم التقني والمهارات الناعمة والخشنة وتكون التعليم معاك العالي، وإلا حتى البطالة ستكون باضطراب وسيبقى هرم التعليمي مقلوبا في عقيدة العالم.